مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسماء محمود، استشاري عقاري من شركه نيو ستارت للاستشارات العقاريه. النهارده جايه اكلمكم عن اهم المشاريع اللي موجوده في الشيخ زايد، وهو مشروع نجيب ساويرس اللي هو زيد ويست اللي موجود في الشيخ زايد. احنا النهارده هنتكلم عن اكتر من حاجه، هنتكلم عن اللوكيشن، هنتكلم عن الديزاين بتاعه، وكمان ان هو من اقوى ديزاين، لان هو عندي المباني بتاعتنا ارضي و20 دور وارضي و10 ادوار. زي ما احنا شايفين بتبص على بارك كبيره حوالي 65 فدان. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير. هنتكلم اول حاجه عن اللوكيشن بتاعنا. اللوكيشن بتاعنا هو الدخله اللي قبل هايبر دي على طول. احنا قريبين جدا من كومباوند الربوه، احنا دقايق بالظبط من هايبر 1. نتكلم ان احنا قريبين من كل حاجه، حوالي 20 كيلو بالظبط من القاهره الجديده، 28 كيلو من التحرير. يعتبر احنا في قلب القاهره الجديده وفي نفس الوقت في قلب الشيخ زايد. احنا الكومباوند بتاعنا بنتكلم ان هو 165 فدان، عندي متقسم لثلاث مراحل. اول مرحله هي البارك الكبيره اللي هي 65 فدان، ودلوقتي احنا قاعدين فيها وشغاله فيها كل الاكتيفيتي اللي ممكن نحتاجها. بعد كده هنتنقل للارضي و20 دور اللي احنا شايفينه ورانا، وقد ايه الكونستراكشن باينه ان احنا خلاص واصلين بنسبه الكونستراكشن، بنتكلم في حوالي 70 ل 80%. بعد كده عندنا الجزء اللي ورا هو الارضي و10 ادوار، عندي سعر المتر بيستارت معانا من اول 29000، بيوصل معانا لحد 33000. عندي الكومباوند كله متشطب بالكامل، بالتكييفات، بالمطبخ، بالجراجات، حتى البارك او التيكت بتاعه البارك شامله التوتال بتاع السعر. لو محتاجين اي تفاصيل زياده يا ريت تكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدامكم. الفتره الجايه هنبدا نصور لكم من اكتر من كومباوند، سواء في زايد او التجمع. تابعوا معانا الفيديوهات الجايه. انا كنت معاكم اسماء محمود من شركه نيو ستارت للاستشارات العقاريه.